فرق الهلال الأحمر وشركاؤها تواصل توزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين المتأثرين بالعاصفة الثلجية في بلاد الشام. في جلسته السادسة استشاري الشرقة يناقش سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة وأدوارها التنموية. منتدى الشارقة للتطوير يواصل جهوده في إعداد جيل قيادي متمكن ضمن برنامج الشارقة للقادة. حياكم الله، كانت هذه أبرز عناوين أخبار الدار، قدمتها لكم أنا إبراهيم المدفع من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام، وأدعوكم الآن لمتابعة التفاصيل. ننطلق وإياكم من الميدان الرياضي، حيث شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشاري صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن بعد ظهر اليوم. شهد منافسات اليوم الختامي لفعاليات مهرجان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للهجن 2015، والتي أقيمت في ميدان التلة بمدينة عجمان على مدى 3 أيام. وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على دعم وجهود القيادة الرشيدة للاهتمام بسباقات الهجن وتشجيع المواطنين على ممارسة هذه الرياضة. وقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بتتويج الفائز الأول من الشوطين الرئيسيين الأول والثاني إذاع. إلى ميدان العمل الخيري والإنساني، حيث وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية بسرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بالبدء في حملة تراحم لإغاثة اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية التي تضرب بلاد الشام هذه الأيام. هذا وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتسيير جسر جوي يحمل مساعدات إغاثية إلى اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية التي تضرب بلاد الشام حاليا، تواصل فرق الهلال الأحمر ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الشتوية الإغاثية على اللاجئين في بلاد الشام، حيث أقلعت الطائرتان اليوم تحملان احتياجات شتوية نقلت للاجئين والمتضررين في الأردن، في حين تعمل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على توفير وقود ومواد تدفئة ل2000 أسرة متضررة بالإضافة لمواد غذائية تكفي 35,000 شخصا. جثث مجمدة، أشخاص بلا مأوى، خيام مشتتة، طرق مقطوعة، هي جزء مما أفرزته العاصفة الثلجية هدى في بلاد الشام، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوع، ولا يرجو المتضررون في كل من الأردن ولبنان وفلسطين وكردستان العراق سوى الدفء، ولا شيء غير الدفء. وكعادتها الإمارات سباقة في ميادين الإغاثة، وها هي اليوم تسابق العاصفة الثلجية لتوفر ما يتمناه نحو 1,000,000 لاجئ. خلال 12 ساعة فقط من انطلاق حملة تراحم، بدأ تنفيذ الحملة الإنسانية الإماراتية، فالمساعدات وصلت إلى المناطق المتأثرة، وذلك قبيل وصول العاصفة الثلجية وقطعها لطرق المواصلات. وبدأت فرق الهلال الأحمر الإماراتي فعليا بتوزيع المساعدات على المتضررين في الأردن مع وصول أولى طائرات الجسر الجوي القادمة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي صباح الأربعاء. وفي كردستان العراق امتدت أيادي العطاء ليبدأ فريق توزيع المساعدات الإماراتي وبإشراف القنصلية العامة للإمارات في إقليم إربيل بتنفيذ حملة تراحم المخصصة لمساعدة اللاجئين. الحملة التي غلفتها مشاعر الرحمة شملت ألبسة شتوية وبطانيات وكذلك أسرة أطفال ومدافئ بهدف توزيعها على الأسر في المخيمات، حيث يأوي الإقليم أكثر من 250,000 لاجئ. وانطلقت حملة توزيع المساعدات الأربعاء في مخيم الهلال الأحمر في إربيل لتصل إلى أكثر من 1,600,000 نازح عراقي بسبب الحرب،
فيما ستنتقل لتنفذ في المناطق الأخرى، حيث ستكون الأولوية للمناطق التي تتعرض لموجة البرد. كما تبدأ الحملة أيضا الجمعة في غزة والضفة الغربية في فلسطين بتوزيع الطرود الغذائية والبطانيات وأجهزة التدفئة التي تم شراؤها من السوق المحلية ومن الأسواق في مصر، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمساعدات إلى غزة ورام الله في مرحلتها الأولى 2,000,000 درهم. وللحديث أكثر حول المساعدات الإماراتية ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة محمد حاجي خوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. أستاذ محمد، مرحبا بك. يا مرحبا أخويا. سلسلة المساعدات متواصلة ضمن برنامج أو حملة تراحموا بهدف توفير الدفء لنحو 1,000,000 لاجئ تأثروا من العاصفة الثلجية، حدثنا عن أشكال هذه المساعدات. في البداية أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رشد الله يحفظه لإصدار التوجيهات السابقة بتقديم يد العون والمساعدة لكافة المتضررين من موجة البرد التي تضرب حاليا بلاد الشام. طبعا مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أرسلت وفد لبنان اليوم، والحمد لله بدأ الوفد بتوزيع المساعدات على حوالي 5,000 شخص من المتضررين من موجة البرد في لبنان. نعم، ما هي خطط الإغاثة التي وضعتموها بالتعاون مع شركائكم؟ الله يطول عمرك، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبالتنسيق مع سفارتنا في لبنان قامت المؤسسة بشراء الاحتياجات الرئيسية مثل المواد الغذائية وحليب الأطفال وأجهزة التدفئة، وإن شاء الله المساعدات سوف تشمل يعني تغطي حوالي 100,000 شخص إن شاء الله متوقعين في على مستوى مختلف جمهورية لبنان إن شاء الله. نعم، سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا على هذه الإفادة. هذا وفي ظل تواصل المساعدات الخارجية ننوه لحضراتكم أن القنوات المحلية في الدولة ومن بينها مؤسسة الشارقة للإعلام ستتضامن مع حملة تراحموا على المستوى المحلي من أجل جمع التبرعات وتسليط الضوء على أوضاع اللاجئين في ظل العاصفة الثلجية عبر نقل مشترك يوم غد الجمعة من الساعة 2 ظهرا وحتى 6 مساء. في جلسته اليوم ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة، مناقشات الجلسة وتفاصيلها يسردها لنا مراسلنا محمد رمضان. في جلسته 6 من دور الانعقاد العادي 2 من الفصل التشريعي 8 استهل المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة أعماله بإقرار مضبطة الجلسة السابقة برئاسة سعادة عبد الرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس. بعدها أذن المجلس بمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة ليقوم الأعضاء بطرح استفساراتهم وتدخلاتهم التي تركزت في اختصاصات الدائرة، وكانت من بينها اشتراطات وقوانين عقود الإيجار بالإمارة والحلول العاجلة لمشاريع الصرف الصحي وتشغيل مباني المواقف متعددة الطوابق. انبثقت لجنة برئاستي وزارت جميع البلديات 9، وبالتالي كان هناك تعاون وشفافية حقيقة في التعامل من أجل توضيح كثير من الأمور المبهمة وبعض الأمور التي تحتاج لحلول عاجلة ورفعها على هيئة توصيات إن شاء الله لمكتب صاحب السمو الحاكم. بدورهم قام ممثل الحكومة بحضور سعادة سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة ومرافقيه بالإجابة على استفسارات الأعضاء المتنوعة بين زيادة الرسوم المفروضة والخاصة بالمعاملات وتوفير الخدمات للأراضي الصناعية وشح المياه بالمنطقة الوسطى والشرقية والنظافة العامة وغيرها من موضوعات مهمة. بدأت الجلسة بناء على دعوة من المجلس الاستشاري لمناقشة السياسة العامة لشؤون دائرة البلديات والزراعة. تم طرح أسئلة من إخوان وتساؤلات دارت حول عمل البلديات والخدمات التي تقدمها البلديات. أيضا تطرقنا إلى الشؤون الإدارية المتعلقة في البلديات. تم الإجابة من قبلنا ومن قبل مديري البلدية، ونتمنى أن يعني استطعنا أن نرد على كل استفسارات
سعادة الإخوان والأعضاء اللي موجودين في المجلس الاستشاري. وفي ختام الجلسة نوه سعادة عبد الرحمن سالم الهاجري بأنه سيتم تكريم أعضاء المجالس السابقة الأسبوع المقبل بمناسبة مرور 15 عاما على إنشاء المجلس، وسيناقش المجلس الاستشاري في جلسته المقبلة سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة. بعد مناقشة سياسة دائرة البلديات وشؤون الزراعة، المجلس الاستشاري يواصل دوره الحيوي في تلمس احتياجات المجتمع وخدمة قضاياهم للارتقاء بسبل الحياة الكريمة المقدمة لأبناء الوطن. لأخبار الدار، محمد رمضان، الشارقة. يوم الثلاثاء المقبل يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي 15 في أبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها. ويوجه أعضاء المجلس 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات كاستقلالية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية وشروط تسجيل قوارب وسفن النزهة في الدولة وخسائر المزارعين المواطنين في الإمارات الشمالية، إضافة إلى مرض الإبل ونفوقها في المنطقة الوسطى والآليات المطبقة لتفعيل توصيات الموضوع العام الخاص بموارد المياه في الدولة. نظمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة برنامج تكريم للمتطوعين والمساندين لها بحضور سفراء الجمعية الشيخ نوار القاسمي وسعادة اللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة. فعاليات برنامج تكريم المتطوعين والمساعدين لجمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل بدأت بدورة تدريبية بعنوان السعادة في العمل التطوعي، عكست من خلالها دور هذا النوع من الأنشطة في إسعاد أفراد المجتمع، وكانت وقفة امتنان لأهل العطاء حيث تم تكريم المتطوعين المتميزين الذين ساهموا في إنجاح فعاليات وبرامج الجمعية منذ إنشائها، فضلا عن الشخصيات التي ساهمت في دعم فعاليات وأنشطة الجمعية في إمارة الشارقة. أما المتطوعين فلهم كل التحية والتقدير والشكر، حيث أن يعني واجباتهم أو الخدمات التي يقدمونها لا تقدر بثمن، خصوصا أن تنبع من تلقاء أنفسهم لصالح أيضا الإنسان والمجتمع بدون أي أهداف أو أغراض أو متوقع من تقدير أو تكريم لهم. فأنا أشكر كل الجهات التي بادرت إلى شكر وتقدير المتطوعين في هذا الجانب. الدورة هاي تتكلم عن السعادة في العمل، وبنركز شوية عن العمل التطوعي لأن دائما المتطوع هو يقدم السعادة للمجتمع، فنحن حابين اليوم ان نقول للمتطوع حتى وانت تقدم هالعمل انت لا يعني لازم تحس بالسعادة. تضمن البرنامج جلسة عصف ذهني تمت من خلالها مناقشة واقتراح العديد من البرامج والأفكار التطويرية التي من شأنها النهوض بالمستوى الاستراتيجي والميداني للجمعية في خدمة المجتمع. ولله الحمد هناك طاقات شابة لديها العلم والمعرفة، ونحتاج إلى طبعا دائما تحفيز هؤلاء الشباب من خلال تواجدنا أيضا معهم الآن في هذه الأمسية الجميلة لتكون هناك طاقة إيجابية ننقلها إليهم. تهيئة النفس إلى بيئة العمل يجب أن تنبع من الداخل، إذا كنت من الداخل واصل إلى الرضا النفسي مع نفسي أولا ثم مع البيئة التي أعمل بها لا شك سأحقق الإبداع. خدمة الوطن واجبة، ما هو إذا تخرج مدرس لازم يخدم وطنه، إذا تخرج دكتور لازم يخدم وطنه، إذا فكرنا أن التخطيط جميل. جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل تكرس لدور العمل التطوعي وتلفت النظر إلى أهميته وآثاره على الأفراد والمجتمعات. ونصل إلى محطتنا الخاصة بمهرجان الفنون الإسلامية في دورته 17.
ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية الذي ينظمه مجمع الشارقة للآداب والفنون، افتتح سعادة هشام المظلوم رئيس المجمع والمنسق العام للمهرجان، يرافقه حسن العضب نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبل حصن، افتتح معرضا للتصوير الضوئي بعنوان إشراقات إسلامية، وذلك في قاعة معارض المركز الثقافي بدبل حصن. وضم المعرض 71 عملا تصويريا ل 36 مصورا من أعضاء جمعية الإمارات للتصوير الضوئي والمتعاونين معها. واتسمت الأعمال في مجملها بالطابع الإسلامي والفكر الجمالي المرتبط به. يذكر أن مهرجان الفنون الإسلامية يأتي ضمن فعاليات الاحتفال بتتويج الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية 2014، ويستمر في تقديم فعالياته حتى 17 من يناير الحالي. أخبار الدار ما تزال متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعونا بعد الفاصل الذي يتخلله أذان العشاء. استعدادا لتتويج الإمارة بلقب عاصمة للسياحة العربية لعام 2015، أشغال الشارقة تنتهي من الصيانة الشاملة لشلال وادي الحلو. عودة جديدة نواصل فيها تقديم ما تبقى من أخبارنا، فمرحبا بكم. للعام الثاني على التوالي وبدعم ورعاية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يواصل منتدى الشارقة للتطوير فعاليات برامجه الحافلة لإعداد جيل قيادي جديد ضمن برنامج الشارقة للقادة. التفاصيل في التقرير التالي. المهارات القيادية الفعالة هي عنوان الجلستين اللتين اختتمهما المشاركون في برنامج الشارقة لإعداد القادة في هذا الأسبوع ضمن برنامجهم الممتد على مدار 6 أشهر. تناولت الجلستين أساليب القيادة وأنواعها وصفات القادة. برنامج مثري ونستفيد منه كثيرا، يعني بتطبيق شخصي وتطبيق في مكان العمل. وطبعا يعني انا كان عندي ناس احنا نعرفهم شاركين فيه، واحنا طبعا نشجع اي حد يشارك في هالبرنامج نستفيد منه، تونا بادين فيه بس قمه الاستفاده كبيره، وكل يوم نتعلم شيء جديد منه كبرنامج. مناقشة الابتكار وصفات القائد المبتكر هي السمات الأبرز لبرنامج هذه الدورة التي جعلت من القيادة في عصر الابتكار محورا رئيسا تدور حوله أجندة أعماله وجلساته، لتشكل إضافة نوعية لمهارات منتسبي البرنامج 30. أنا فخورة أني أكون جزء من برنامج الشارقة للقادة في دورته الثانية. في استفادة كبيرة أشوفها لنا وجميع المشاركين في البرنامج، وخاصة أنه يعني شعار هالدورة هو الإبداع، وطبعا الإبداع هذا شيء معروف على مستوى الإمارات، أن يعني إحنا كدولة دولة مبدعة، وكل الشعب والقادة يعني أن حطوا لنا رسالة من الإبداع، ونحن حابين أن خلال هالبرنامج نشوف شو نقدر نطلع منه نحن كمشاركين. اللي شفناه في البرنامج أن البرنامج يهدف لخلق، إذا قل ممكن نقول، قيادات واعدة لإمارة الشارقة أو حتى دولة الإمارات ككل. والبرنامج يضم مجموعة من الكورسات أو المواضيع اللي مهتمة جدا بخلق القيادات وصناعة القيادات الشابة. الجدير ذكره أن هذا البرنامج ليس الأول لمنتدى الشارقة للتطوير، وإنما السابع في مجال القيادة، ويحظى بدعم وشراكة مع عدد من المؤسسات والشركات في الشارقة بجانب الشريكين الأكاديميين الجامعة الأمريكية بالشارقة وجامعة باريس السيربون في العاصمة أبوظبي. وللحديث أكثر حول برنامج الشارقة للقادة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد جاسم البلوشي رئيس مجلس إدارة منتدى الشارقة للتطوير. أستاذ جاسم مرحبا بك. أهلا أحمد. في البداية لو تحدثنا أكثر عن أهداف البرنامج ومراحله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أشكر موصول لمؤسسة الشارقة للإعلام على تواصل مميز معنا في تغطية أحداث طبعا الذي تعد من برامج مهمة لتقام الحمد لله بدعم ورعاية من صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم مهرجان الشارقة والرئيس الفخري
طبعا البرنامج مثل ما شفت بالتقرير يتميز برؤية جديدة ترتكز على مواكبة توجهات الدولة نحو تعزيز مفاهيم طبعا الصفة الحالية اللي هو القيادة في عصر الذكاء، وإن شاء الله نسعى من خلال الجلسات وورش العمل في تعزيز ثقافة ومفهوم الذكاء، واللي طبعا تحث القادة بشكل خاص على الاطلاع والبحث والتطوير في تبني المعرفة من أجل تحقيق مفهوم الابتكار وتطوير آلياته، سواء كان في منظومة العمل الحالي ولا في الخاص بشكل مختلف. وإن شاء الله يساهم البرنامج أيضا في التوجه في دعم إيجاد حلول لخدمة الساعات في الدولة. وطبعا أيضا يهدف البرنامج في تنمية قدرات الشباب بشكل عام والتفكير بشكل مختلف ومميز لمواجهة التحديات المختلفة الموجودة في الدولة وإذا كانت في المجتمع المؤسسي لقبات، كل ذلك طبعا تماشيا أحدى مسألة الاستراتيجية الوطنية نعم. وهي بناء القدرات الوطنية. نعم أستاذ جاسم. السيد جاسم البلوشي رئيس مجلس إدارة منتدى الشارقة للتطوير، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. ضمن استعدادات دائرة الأشغال العامة بالشارقة للاحتفال بتتويج الشارقة عاصمة للسياحة العربية لعام 2015، انتهت الدائرة من أعمال الصيانة الشاملة لشلال وادي الحلو الواقع بين مدينة كلباء وحتى. وتأتي هذه الخطوة كون أن المنطقة الشرقية في إمارة الشارقة تمتاز بكافة المقومات السياحية والطقس الرائع الذي يتمتع به هذا الجزء من الإمارة، إضافة إلى تاريخها العريق ومراكز الجذب السياحي فيها. وبعد أن تم إجراء دراسة شاملة توضح احتياجات المنطقة، قامت الدائرة بصيانة شاملة لشلال وادي الحلو أحد معالم الإمارة والذي يجذب الكثير من السياح. هذا وتقوم دائرة الأشغال العامة بالشارقة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمتابعة متطلبات هذه المشاريع البيئية والسياحية للخروج بنتائج واقعية تصب في خدمة جهود التنمية السياحية في الشارقة. المزيد من الأخبار المجتمعية تعرفون عليها في فقرة التواصل الاجتماعي مع الزميلة هند الحجاج. إليك هند. شكرا إبراهيم. أهلا بكم في جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي مع أبرز المشاركات التي اخترناها لكم. البداية مع تويتر ومن حساب الشيخة جواهر القاسمي تعليقا على حملة تراحموا. نحن في مؤسسة القلب الكبير نثمن توجيهات رئيس الدولة لإغاثة اللاجئين السوريين من برد الشتاء والعواصف الثلجية وندعم الحملة ونتعاون للمساعدة. وفي التغريدة التالية من حساب وكالة الأنباء الإماراتية وام، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ووزيران مصريان يشهدون توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10,000 باحث عن عمل بمصر. التغريدة الأخيرة ننقلها لكم من حساب أخبار الإمارات وفيها الصحة تحذر من 11 منتجا ملوثا ببكتيريا باسيلس. ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وفيه اخترنا لكم صورة من حساب شرطة الشارقة، حيث تحصل شرطة الشارقة على شهادة الأيزو في إصدار الدوريات العلمية المحكمة، كما حظيت دورية الفكر الشرطي بتقدير المنظمة العالمية للجودة. وصورة أخرى من حساب بلدية الشارقة، بلدية الشارقة تصدر مجلة المدينة الباسمة. ومن حساب دائرة الموارد البشرية بالشارقة ننقل لكم هذه الصورة التي توضح البرنامج التدريبي الذي أقيم لموظفي حكومة الشارقة تحت مسمى الإبداع الإداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق. وإلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة، إليكم هذا الخبر. شرطة أبوظبي إصابة 20 شخصا بحوادث متفرقة في الإمارة جراء الضباب صباح اليوم. مشاهدينا ومستمعينا، تظهر الآن أمامكم مواقع التواصل الخاصة بنا، إذا ندعوكم للتفاعل معها ومشاركتنا ما لديكم. العودة الآن للزميل إبراهيم. شكرا لك. وبفقرة التواصل نصل لختام أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة وإليكم تذكير بأبرز العناوين. فريق الهلال الأحمر وشركاؤها تواصل توزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين المتأثرين بالعاصفة الثلجية في بلاد الشام.
في جلسته السادسة استشاري الشارقة يناقش سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة وأدوارها التنموية. منتدى الشارقة للتطوير يواصل جهوده في إعداد جيل قيادي متمكن ضمن برنامج الشارقة للقادة.